انت لها وهي لك، هذه طموح مع المركز الثاني. مسلم بن مبارك بن حمد بالعود العامري الطائل احمد بن سعيد بن عامر النيادي، ولكن سلمولي سلمولي على اليازي، سلمولي على الجميله، سلمولي على الحلوه، سلمولي على هذه البطله اللي انتقلت. يا سلام يا سلام يا سلامي عليك يا حميدات، عز الله انك كفو وكفو تنطح كفو. لما لا يا اخواني؟ وهو يتابع هذا الشعار، وهو يتابع هذا الاسم الكبير، هادي اليازي سلام بن رشيد، سلام خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي السويدي. هنا سلموا لي على دبي، سلموا لي على جميرة، سلموا لي على السويدي. شكرا يا حميد اليحافي. المركز الثاني ما شاء الله، طموح مسلم بن مبارك بالعود. ما زالت مع الأمجاد، ما زالت مع الفوز، ما زالت مع الناموس بهذا الشعار الكبير، بهذا الشعار الخطير. عابر بن خلفان بن محمد الهاملي، ولكن غيرت الهدة محمد بن ناصر بن علي الخيلي، وبن عوضان قادم، وبن رشيد قادم، والهاملي يصل مع أمجاد، ولكن الهدة بالأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة ما بين الشعارين. ولكن سلام يا الهدة لمحمد بن ناصر بن علي الخيلي، من قدم لنا انطلاقة الهدة وحضورها. تهانينا والف مبروك. يا سلام يا سلام الأمتار الأخيرة، ولكن ما بين هملول والمقطع، ما بين هملول والمقطع هنا في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذا الرقص الجميل والتحديات المثيرة. ركز يا أبو تميم، ركز على هذا الفوز هنا مع المقطع. هذا هو المقطع، صاحب الإنجازات، صاحب الرموز، يأتي هنا في شوطنا الأول للزمول المحليات الأصايل، يعيد الإنجاز هنا، ما يصح إلا الصحيح هنا. يا سلام سلام إلى هال الجبيب، السلام إلى ند الشبه كذلك. تهانينا والناموس على فوز المقطع. هذا هو المقطع، أول ظهور له في بداية الموسم. المركز الثاني وصل هنا هملول. سهيل بن عويضان العامري انطلق بهذا المستوى، اندفع بهذا الاداء. قلت لكم يا اخواني، عامل العمايل الغيلاني بشعار بن عويضان يسبب الازعاج الكبير مع بداية هذا الموسم الكبير. سلام بن عويضان، سلام سلام لهذا الشعار الكبير، سلام لهذا الشعار التاريخي. والنقطة الثانية في صباح هذا اليوم بشعار المقطع وبدران مع شعار بن عويضان ومشكور يا الغيلاني احمد بن راشد الغيلاني. من يتابع هذا الشعار بو تميم؟ سلام ند الشبه، سلام هناك، وسلام الجبيب، سلام على هذا الفوز وعلى هذا التحدي الكبير. الاغفالية وبن حماد، او هناك شعار بن عويضان ياتي مع هملوله. حمد بن محمد بن السهيل بن عويضان وصل الموسى مع العلا، العلا قادمه، العلا قادمه بشعار موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى. وصل في هذه اللحظات، وصل في هذه اللحظات، ولكن وبره، ولكن وبره طارت الى السلام، طارت الى الفوز، والعلا تحاول، والعلا تحاول، ولكن وبرة، ولكن وبرة. خلاص هنا سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الاغفري يحسم الامور وينطلق. تهانينا والناموس لمالك وبرة سالم بن سيف بن سعيد بن عنتر الاغفري على هذا الفوز. المركز الثاني العلا.
مكسب وظن قادمة وانطلاق قادمة بالرشيد قادم بكل قوة يقدم مطيلة خليفة بن سلطان بالرشيد السويدية. ماذا تفعل يا بالرشيد؟ ماذا تفعل يا بالرشيد؟ هذه الانجازات وهذه البطولات مع بالرشيد تتوالى، ولكن بن عويضان بن عويضان يأبى إلا الصدارة إلا الناموس إلا الانتصار مع مكسب مع مكسب. الله يا بن عويضان. والنقطة الثالثة لهذا الشعار تهانينا والناموس لمالك مكسب هذا الفوز محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني. صدارة ولكن ربشان 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 بدأ يتسلل في هذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هو هنا ربشان على الصدارة على المقدمة هنا منطلقا بهذه التحديات الجميلة هنا انطلاقة وتحديات سعيد بن عبد الله بن عيد بن هدوم ليجتبي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. سلام للشويب سلام على هذا الأداء المميز وانطلاقة ربشان بالفوز وبالناموس. تهانينا لسعيد بن عبد الله بن عيد بن هدوم على فوز هنا ربشان بالمركز الأول. مركز الثاني هملول من وصل ثانيا سلطان بن حبروت وسلطان بن سيف الكبير. المركز بن سعيد المالكي 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 المالكي. يا سلام يا سلام يا سلام. ولكن عادة المياه سامرين يحاول محاولة شرسة وسامرين عبد الله بن عبيد بالحلوس العامري سامرين سامرين يحاول مرة أخرى ولكن النحاوي ما رضى يسلم. سلام السلطنة سلام انظل على هذا المنوال. بن حمودة قادم بن حمودة قادم هذا الليث هذا البطل قادم في المركز الثالث. ولكن سلام إلى السلطنة سلام إلى القابل سلام إلى المالكي سلام لأبو نايف سلام النحاوي سلام سلام ذهبي بلون الذهب وبالإنجازات. هذا هو النحاوي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي وكفو تنطح كفو. اللحظات 500 متر أخيرة 500 متر أخيرة خطيرة وكبيرة ونشلة ولكن روق روق بن حمودة بن حمودة غير غير على صدارة الشوط انطلق بدون أوامر روق وعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الضاري سمحة سمحة هناك بن رفعان قادمة في هذه اللحظات عايض بن رفعان بن عايض القحطاني واليافل بن حماد لمن الفوز ولمن الانتصار في اللحظات الأخيرة. سمحة سمحة اليافل اليافل وسمحة اليافل 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 بن حماد غيرت في هذه اللحظات مع شعار بن حماد محمد بن علي بن حماد الشامسي يختطف الناموس مع اليافل المركز الثاني سمحة. والعناية المستمرة هنا لهذا الشعار أبدع هذا الشعار ومالك هذا الشعار دائما مبدع هنا في هذا الانطلاق في هذا المسار في هذا التحدي خاطفا أول أشواط المحليات في هذا الصباح حيث قدم لنا الياسات في هذا الانطلاق. مشكور يا أبو سلطان مشكور يا أبو سلطان خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي السويدي من يقدم لنا الياسات على الصدارة الأولى مع الأمتار الأخيرة وجولة الأوامر النهائية هنا. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز الناموس على هذا الفوز. مشكور يلي حافي مشكور. المركز الثاني القادمة هنا الوارية محمد بن علي بن حماد الشامسي. العروض هات يا العامري يا رعيد
الجميلة وروح نحو الانتصار، روح نحو الفوز، نحو الفوز والانتصار. هات العروض الجميلة هنا مع جميلة، مع جميلة، بسم الله ما شاء الله، انطلقت جميلة، غادرت جميلة نحو الفوز والانتصار. محمد بن عبيد بن سويد العامري وانطلاقاته، العامري وحضوره، العامري وانجازاته، العامري وتاريخه المشرف. يا راعي جميلة، يا راعي جميلة، يا ابو عبيد مشكور، يا محمد، يا بن عبيد، يا بن سويد، يا العامري، على هذا التقديم والاداء الجميل. الجديد والمفيد اعود الى صواب، الى صواب سالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري، يطير بالسلام، يطير بالابداع، يطير بالقوة، يطير على المركز الاول وعلى الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. هناك مع الاداء المميز على الصدارة، هناك مع صواب بالمركز الاول سالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري، هنا على المركز الاول وعلى الصدارة صواب، يا صواب، تهانينا لسالم بن متعب بن سهيل بن حمد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الغزيل محمد بن سهيل وديم العامري. الاكتبية اتحرك وغادر الى الفوز والى الناموس والى الانتصار. الله، يا سلام على مسيطر وانجازاته، مبارك بن راشد بن حضرم. الاكتبية قدم هذا الاداء الكبير والاداء المميز مع مسيطر، مع مسيطر، ليضيف هذا الانجاز الى انجازات السابقة. مبارك بن راشد بن حضرم الاكتبية، ومبارك عليك هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك مسيطر على هذا الفوز والانتصار. مبارك بن راشد بن حضرم الاكتبي المركز الثاني. سهيل بن محمد بن سهيل بن حويضان، بن حويضان، وتاريخ بن حويضان، وانجازات بن حويضان، ورموز بن حويضان، مع الصدارة دائما. يعرف هذا المركز، يعرف هذا المركز. الله عليك، الله عليك يا صايب، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله على العرض المميز، على العرض الكبير. صايب، صايب، صايب نحو الانتصار، صايب نحو النواميس، صايب هنا، صايب سهيل بن محمد بن سهيل بن حويضان العامري، من يقدم لنا صايب؟ تهانينا والف مبروك على الفوز والانتصار المميز والكبير. المركز محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، ولكن بو فيصل وشعار بالحلوس يتقدم في هذه اللحظات، ما بين صبا والسايحة، ما بين صبا والسايحة، ولكن صبا على المقدمة هلولة، صبا على الصدارة هلولة، مع المركز الأول في هذه اللحظات. أهالي الوهبة، أهالي مصانع الجنوب، أهالي الوهبة، أهالي مصانع الجنوب، على البداية هلولة، ما بين الثنتين، ما بين صبا والسايحة، ولكن محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري، والتهنية إلى حميد بن محمد بن حميد بن دبيلة المنصوري هنا على البداية هلولة الذي غادها إلى بر الناموس. سلام وثباوي سلام، مشكور يا راعي شاهين، مشكور باسم الجمهور على تقديم صبا في هذا الشوط وبهذا المستوى الجميل. هي
جزاء، ولكن ترحيب ترحيب بهذا الأداء الكبير، ترحيب بهذا الانطلاق المثير، ولكن بن كليب يعود من الجانب الأيمن. يا سلام، ناصية ناصية بسلالتها الكبيرة وبأدائها المميز تنطلق، ولكن بن فارس بن فارس الدرعي هملولة 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 قادمة بكل قوة، هملولة والأداء الكبير. يا سلام، ولكن بن سويلم بن سويلم وبن فارس الدرعي والاكتبي، الله الله، الأمتار الأخيرة ختامها مسك لمن الناموس يحافظ عليه. بن سويلم مع الأمتار الأخيرة تهاني والناموس لمالك ناصي مهير بن علي بن راشد بن سويلم والمركز الثاني. أنا أشهد أن من طرب غنى وغنيت أنا اليوم طرباني رجل الوطن، ما دخل غنى منا منا أن العمر فاني، يا ما كتبنا ولحنا في الدار عذبتنا الحاني، من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.